كثيرة هي الروايات والأساطير والخرافات عن شخصيات وأماكن، إحداها صبات العروسة، لنتعرف عليها في جولة جديدة من تونس. تقول رواية صبات العروسة إن هذا الزقاق المسكوف الواقع في قلب المدينة العتيقة والملقب أيضاً بالزقاق الملعون ابتلع عروساً، وتعود هذه الخرافة الشعبية إلى العهد الحفصي، أي في حدود 1520 ميلادي، حيث تم إجبار فتاة على الزواج برجل لا تحبه، وفي يوم زفافها انشقت الأرض وابتلعت عربة العروس ومن كانوا معها. أوائل الخمسينات، قبل الخمسينات، امرأة طفلة عروسة زلقت في الدروج هذاك زلقت تحت جت على رأسها ماتت. يهز جاء الحاكم وهز السبيطار، بعد سموه صبت العروسة هذيك هي. ولا يزال المارة حتى الآن يتجنبون المرور منه خوفا من تكرار الأسطورة التي تقول إن الزقاق يبتلع كل من يعبر منه، ويتناقل الناس أيضا أن صراخ العروس يسمعه كل من يعبر هذا المكان.